ثابتون في لبنان والشرق، غيرنا يأتي حينا ويذهب حينا آخر. صحيح أن امتداد وجودنا ليس مستقرا جغرافيا، لكن وجودنا بحد ذاته دائم الاستقرار. نحن قدسو هذا الشرق وشياطينه، نحن صليبه وحربته، نحن نوره وناره، قادرون على إحراقه إن أحرقوا أصابعنا، وقادرون على إنارته إن تركونا على حريتنا. المخاطرة علينا إذا صمدنا منكون بنينا بلدنا 100 سنة لقدام، وإذا انكسر ما بنقبل نعيش لاجئين ببلاد العالم، منموت في هالبلد. عم نتدرب اليوم لما بقى نخلي أيا كان يتطاول علينا. ثابتون في لبنان والشرق، غيرنا يأتي حينا ويذهب حينا آخر. صحيح أن امتداد وجودنا ليس مستقرا جغرافيا، لكن وجودنا بحد ذاته دائم الاستقرار. نحن قدسو هذا الشرق وشياطينه، نحن صليبه وحربته، نحن نوره وناره، قادرون على إحراقه إن أحرقوا أصابعنا، وقادرون على إنارته إن تركونا على حريتنا. لقد خضتم أروع معركة في أدق منطقة، في أشرس حرب، في أحلك ظرف. بيأدي تطاول على لبنان، بيأدي تطاول على شعب لبنان، بيأدي تطاول على حرية وأمن وسيادة لبنان. يكون في إيمان بقضية، هاي ولتظبيط الوضع. اليوم بده يكون رئيس الجمهورية اللبنانية لبناني قبل ما يكون سوري، قبل ما يكون امريكاني، قبل ما يكون فاتيكاني، او قبل ما يكون اي شيء اخر. عشرة آلاف أربعمية واثنين وخمسين كيلومتر. المخاطرة علينا إذا صمدنا منكون بنينا بلدنا 100 سنة لقدام، وإذا انكسر ما بنقبل نعيش لاجئين ببلاد العالم، منموت في هالبلد. عم نتدرب اليوم لما بقى نخلي أيا كان يتطاول علينا.
نحن مع العشر تلاف 452 كيلومتر مربع وما رح نقبل بأي شغل أقل من العشر تلاف 452 كيلومتر مربع. نحن عم نقاوم مجموعات. قلت للسوري انه انت ما نجحت تعمل يلي بدك بيونيفورم سوري وباسلحه سوريه، انا رح اعمل لك اني بيونيفورم لبناني وباسلحه لبنانيه، ويمكن ما يتجاسروا ويقاوموني مثل ما قاوموه. نحن مستعدين نقاوم السوري واي واحد بيتعامل مع السوري مين ما كان. اذا هالشيء هيدا بده يؤدي لتفجير هليكوبتر منفجر 10 هليكوبتر، إذا هالشيء هيدا بيتطلب منا مقاومة جماعة لابسين يونيفورم لبناني إنما عم بيطبقوا مخططات سورية مستعدين نقاوموا مهما كانت جنسية يونيفورم. وفاء لشهداء القوات اللبنانية، وفاء لشهداء الجيش اللبناني، وفاء لشهداء الكتائب اللبنانية، وفاء لشهداء الأحرار وحرات الأرض والتنظيم، وفاء لكل شهيد لبناني. نتعاهد أمامكم وأمام الله بأننا على خطى سائرون حتى النصر سائرون، ولن نستكين حتى تحقيق لبنان الجديد. موسع السحاب سيفك ما انسحب إلا بوش الموت تترده، حولك الأبطال وقفوا وانشرب، ناسك مقفى وصدرهن مدوا، سكبلن بعد من خمرة العنها انكتب، يدوقها بيصرخ بعد بدو، تسكب خمر تطمش من عينك خلفك خواب المجد من عدو. انت بتعرفنا، ما رح نقبل انه لا حزب الله ولا غيره يضل يتحكم بمصيرنا بمصير اولادنا بمصير بلدنا، لانه ما حدا فيه يفرض علينا شيء ما بدنا اياه، ولا حروبات ما بدنا اياها، ولا قضايا ما بدنا اياها، ولا ايديولوجيات ما بدنا اياها. ولا يجوز يا سيد حسن انك تاخذ الشعب اللبناني رهينه لتنفيذ مشروع ما بده اياه. انت مآمن بهالنظريه، مآمن بالامه الكبرى، مآمن بالجهاد في سبيله، فيك تعمله بس لوحدك مش على حساب شعب لبناني طويل عريض. وفي اطر اخرى، هون في دوله اسمها لبنان، في كيان مستقل قائم بحد ذاته، وفي شعب ما فيك تجره على الحرب ولا على السلم ساعة اللي بدك بالطريقه اللي بدك اياها، ما فيك تحمله مشروع ما بده يحمله. مشروع السيد حسن نصر الله لا قطعه ارض محتله هون ولا هون، ولا مزارع شبعة ولا غير مزارع شبعة. هزت ما نازلنا صيحات العدوان، صرخت ما دافعنا ايدك عن لبنان. انتم بالوقت الحاضر عم تدعي المقاومة. ما دافعنا ايدك عن لبنان. نحن من جماعة وفي البدء كان الكلمة، والكلمة تجسدت حقيقة. نحن من جماعة وفي البدء كان الكلمة، والكلمة تجسدت حقيقة وواقعا. نحن من جماعة وفي البدء كان الكلمة،
والكلمة تجسدت حقيقة وواقعا. بقينا هنا وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. إن الأرض في حزن كبير، لكن السماء في فرح عظيم. أيها اللبنانيون، هنا كنا وهنا سنبقى، وقوات الجحيم لن تقوى علينا. بقينا هنا، بقينا هنا وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. هنا وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. هنا هنا وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. هنا وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. نحن هالعبرة هيدي يلي استخلصناها من الحرب، إنه هالوجود هيدا بعده مأمن. هالوجود كل شي صار فيه ضغوط عليه، كل شي صار فيه محاولات لتكسيره ولتركيعه، هالوجود هيدا بعده صامم. الفلسطيني جرب ما نجح، السوري جرب لهلأ ما نجح، وبدنا نضمنا على استعداداتنا لأي كان بده يجرب نقدر نقنعه بطريقة أو بأخرى، إنه يا خيي الله يخليك بقدي هيك، ليش لا ترجع أنت تجرب ونحن نرجع ندمر مناطقنا لنرجع نطلع بهالنتيجة؟ لأنه ب 58 جربوا ما نجحوا، وقبل 58 جربوا ما نجحوا، وحيش بقى نجرب بهاللبنان لأنه بقدي. صمدنا وبقينا، واليوم كل الأشرار يلي انعملت على لبنان، كل المؤامرات وكل السم يلي حطوه بهالبلد عم ببلش ينعكس عليهم واحد ورا واحد، وبلشوا كلهم سوا يدفعوا ثمن كل المؤامرة يلي انعملت على لبنان. وبقدر إلكم أكثر من هيك، بنهاية المطاف نحن منكون من المجتمعات الوحيدة يلي بهالنقطة هيدي من العالم عرفت تصمد وعرفت تحافظ على ذاتيتها، مثل نقطة الزيت يلي إذا حطيتها بمجمع ماي بتضلها هي على الراس، قد ما تخلطها بنهاية المطاف ترجع تطلع لفوق والماي رح تبقى.
وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. إن الأرض في حزن كبير، لكن السماء في فرح عظيم. أيها اللبنانيون، هنا وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. أنت بتعرفنا، ما رح نقبل إنه لا حزب الله ولا غيره يضل يتحكم بمصيرنا، بمصير أولادنا، بمصير بلدنا، لأنه ما حدا فيه يفرض علينا شيء ما بدنا إياه، ولا حروبات ما بدنا إياها، ولا قضايا ما بدنا إياها، ولا إيديولوجيات ما بدنا إياها. ولا يجوز يا سيد حسن انك تاخذ الشعب اللبناني رهيني لتنفيذ مشروع ما بده اياه. انت مآمن بهالنظريه، مآمن بالامه الكبرى، مآمن بالجهاد في سبيلها، فيك تعمله بس لوحدك مش على حساب شعب لبناني طويل عريض. وفي اطر اخرى، هون في دوله اسمها لبنان، في كيان مستقل قائم بحد ذاته، وفي شعب ما فيك تجره على الحرب ولا على السلم ساعه اللي بدك بالطريقه اللي بدك اياها، ما فيك تحمله مشروع ما بده يحمله. مشروع السيد حسن نصر الله لا قطعه ارض محتله هون ولا هون، ولا مزارع شبعة ولا غير مزارع شبعة. هزت ما نازلنا صيحات العدوان، صرخت ما دافعنا ايدك عن لبنان. كنت بالوقت الحاضر عم تدعي المقاومة. ما دافعنا ايدك عن لبنان. احنا من جماعة وفي البدء كان الكلمة، والكلمة تجسدت حقيقة. احنا من جماعة وفي البدء كان الكلمة، والكلمة تجسدت حقيقة. ولا يجوز يا سيد حسن انك تاخذ الشعب اللبناني رهيني لتنفيذ مشروع ما بده اياه. انت مآمن بهالنظريه، مآمن بالامه الكبرى، مآمن بالجهاد في سبيلها، فيك تعمله بس لوحدك مش على حساب شعب لبناني طويل عريض. وفي اطر اخرى، هون في دوله اسمها لبنان، في كيان مستقل قائم بحد ذاته، وفي شعب ما فيك تجره على الحرب ولا على السلم ساعه اللي بدك بالطريقه اللي بدك اياها، ما فيك تحمله مشروع ما بده يحمله. مشروع السيد حسن نصر الله لا قطعه ارض محتله هون ولا هونيك، ما بده يحمله. مشروع السيد حسن نصر الله لا قطعة أرض محتلة هون ولا هونيك، ولا مزارع شبعة ولا غير مزارع شبعة. هزت ما نازلنا صيحات العدوان، صرخت ما دافعنا إيدك عن لبنان. كنت بالوقت الحاضر عم تدعي المقاومة. ما دافعنا إيدك عن لبنان. احنا من جماعة وفي البدء كان الكلمة، والكلمة تجسدت حقيقة. بقينا هنا وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. هنا وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. هنا وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. آمين. وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. هنا وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين. هنا وهنا سنبقى إلى أبد الآبدين. آمين.